قمنا بعدة لقاءات وتحليل الواقع الحالي بلبنان والمعايير الدولية، وبناء على كل هالورش العمل تم تطوير هذه الوثيقة، وفي عدة عناصر معينة اعتمدناها. في عدة عناصر مهمة وأساسية يجب أن تتوفر بكل دور الحماية المؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، تنكون عم نضمن الجودة والخدمات المتخصصة اللي عم نقدمها للنساء والفتيات. أكيد عندها مراكز بثلاث محافظات بلبنان، ولكن في غيرها من دور الحماية الأمنة في حوالي 10 حاليا مراكز، ولكن حاليا عن جد في صعوبات كتير بما يخص الوضع المالي لهالجمعيات. للأسف في كتير حالات ووضعيات من نساء وفتيات بيلجأوا للمراكز الحماية وهن مهددين بالخطر وبالقتل، ولكن ما بيلاقوا أي أماكن تكون عم تستقبلهم نتيجة الواقع يلي عم نعيشه حاليا، الوضع الاقتصادي. وأكيد في نقص بفريق العمل المتعدد الاختصاصات. نحن بنعرف أنه مشكلة العنف هي مشكلة بتترك أثار على عدة أصعدة، نفسية، اجتماعية، قانونية، فيجب أن يكون عم بحكي الفريق العمل متعدد الاختصاصات تيكون عم بيأمن الخدمة اللازمة بجودة أكيد منيحة، بهدف أنه نرجع نعمل إعادة اندماج للنساء بالمجتمع مرة تانية. وهون أكيد في صرخة لا يكون في المجتمع الدولي أنه يكون عم ينظر بالوضع المالي والاقتصادي.